تنطر اشوف بس منتظرينك ومتنطر وصارت لعبة بس الاحسن باع الهوا باع الهوا صلوات باع هوا ومطر بس الشمس هذيك سبحان الله الباص افتحها بس مش جاب هاي اشتريت شغلات اثنين الك والحيدر للسيارة عرفت كلاب ايش كلاب عرفت الحيدر وحده الرود منه اي ايش كلاب عرفت ماما يلا شنو هاي مالت الام ايبادات كتشيلد هاي شنو واحد التبرا هاي رودينا وهذا التبرا حيدوري لا انا اريد اللوفة اوكي اخذ اللوفة انا التبرا شلون طلعت؟ انا اريد السيارة. تمام شنو؟ بس راح تعرفين ما شنو. خلي حيدر يفتحن. ايش كلاب عرفت؟ انا راح افتح منه. ماما ايش كلاب عرفت؟ انت هذا لون لوفا. انا اريد هذا. وانا هذا. بس هذاك عبالك يونجا. لا بنية. باقي. يلا افتحوهن. وهاي حيدوري الاسد. يا الاسد ولد. هاي مكتوب شنو بس ما اعرف هاي نخليها بالسيارة من ورا ضاعي صراحة العويد فيها انا ما اعرف هاي نخلي بيها بالكرسي من ورا للاطفال خلون بيها التابلت خلون بيها اغراضهم كل شيء اوه ماي جاد شوفي راح نعلقها هسه بالسيارة نشوفكم شلون اوه ماي جاد هنا تحطين الايباد مالتك هنا تخلين عصاير عصاير ماكو بالسيارة ممنوع بس اذا اريد وهنا تخلين مثلا المخده مالتك مخدتي عندي دائما ورا ظهري بالكرسي لان ظهري ما يتحمل بدون وهنا شنو بس خلينا ننزل نروح نغير ملابسنا بعدين ننزل حتى نروح نتسوق ونثبتهم بالسياره ونرجع البيت نسوي تشي حضرتك هاي جنطه هيك يلبسوها هاي جنطه حلوه مالتك هذا منو هذا باي هذا ولد هذا النونو الصغير ولد وولد راح اخذ هيك وحده لك هاي تسوي مي وتوخر لك الوساخه يعني الاكل يلا خذي واحده هاي واخذ لك بعد هاي وانا هذي تاي تاخذهم هاي طبعا احنا محتاجين ماسحه جديده يعني نمسح بها البيت هاي طبعا من هنا يقدرون يدوسوها بالماي هنا يحطون هنا ماي يدوسوه بعدين الماي ينزل على الماسحة من جوا شكرا رادينا تعبناك انت شحاضن انت صار لك ساعة هذا شهر شوف لكم اياهن هاي لا مو حلوة جربتها هاي كلش مو زينة هاي شنو زين راح ناخذ هاي ونجرب اذا كانت زينه لو لا ونعطيكم راينا بيها اليوم راح نغير غرفه رودينا فرودينا هي اللي قاعده تشتري يلا تعالوا نروح للكاسه هسه صبري هذا التبتوب مالتك شو تهده ما هدا اشتري وأنا اختاريت هذا بس ما يعجبني أني هذا أريد لا داني أخذ هذا همات اليونيكرون وردين ليش متاخذين هذا اللي ضحك أي داني قلت لك بعد واحد ما تكاس هذا
هاي شكلها استوى بس انا فوق وبعي هذا الزخرة ما انتهت وقال تعال هسه نحطهم بالعربية يس تقدرين تسديها بس ثاني ما في الصورة أنا حاطة أنا ما في الصورة ودينا الفخذ لحافة الصورة الصورة فوق ماتي عفية هيج بس نحط المساحة لا هاي لا هاي قاعد تصور عنده هنا مسوين تخفيضات على اللمبات لأن كلهن طبعا أنا هاي عجبتني أحسها مع الأطفال لأنه يقدرون يصعدوها ينزلوها بس روتينا ما تقبل تقول بلاو وهي تعرفون يعني عنصرية إذن إيه هاي نفس اللي عندك بس منها يا هي واخيرا بالكب تحكين تنطقين الفايس طبعا هاي كلش حلوه احنا طلعنا من البوكوس احنا بالموماكس بس مودين هذني اذا تقطع ما اجيب غيرها اني عادي اذا هاي تتقطع نحطها بالبنو لا انت خرب تنذب بعد هاي هاي ابدا لازم ما تلزميها اوكي شنو رايك اخذ لك هاي بخمسه شو هاي وهي هنا مشقوقه هاي صايره من الورق هاي طبعا كلش حلوه زين شنو رايك نشوف هاي هاي مو احلى هاي قويه هاي كلش حلوه ناخذ هاي بس ما شاء الله لا مو مال كاردن هاي تنحط بغرفة الأطفال يصير عشان ما تعجبني أحس فيها ما تكبر أوكي خلينا نروح صباح الخير شلونكم يا رب يجعلكم بخير وبصحة وبسلامة إن شاء الله اليوم أنا ورودينا راح انتقم من غرفتها اليوم غرفة رودينا اليوم مهرجة وشوفوا الكتب هنا أنا راح أراويلكم إياها قصص وما أعرف حاطة ودفاتر خربطة فعندنا هنا الميز مالتها مفلش محطم مفلش ومحطم راح أحطه راح أحطه بالزبالة لولي باعي الكتاب اللي تريدي تخلي على صفحة واللي ما تريدي بالتشيز أوكي هذا أنا حدا محتاجه نسوي بهن أكلات تسوين أكلات أنتي تسوين أكلات لا أنا خلنا نسويها راح ننزلها الغراض مالتك والهرجة لأن الغرفة مالتك كلها الألبوم ما أحتاجه الألبوم ما تحتاجي أذب صورتك بالزبالة لا يلا يلا خلينا خلي دبي بالزبالة لا ماما مو اكو وصاخة بيجوا نعم خلي لانه الالبوم هذا بيه هواية شغلات تفيدك بعدين من تكبرين تشوفين صورك من كنتي صغيرة من كنتي بالروضة جنديتشي شلون خاتلة راح اراويكم صورة الرودينة نشوف لهم اياه ها لا مو هاي هاي صغيرة ونحيل راح اطلع لكم صورة من صور الالبوم مالتها طيب شنو هي؟ شوفوا رودينا هيانها لازمة الجنطة مالتها شوفوا شلون كانت صغيرة شوفوا عطرا لحظة لولي لحظة صوراتي قديمة هلا اطلع صورة والله احتاج جنطة اشوف لهم اياها عشان جنطي قزمة يا هي والله كانت قزومة طبعا كلش هواي عندها صور الضحك وهي صغيرونة ماري لازم بني اشغلها هنا المكفشه وين ما اروح القاها على ربيها المهم
هذا تكسر، حيدر يكسر لي مالتن ويضيع لي اياهن. مش كذا احب ما اشتري لي جديد، ما اريد اذبح. هاي الشغلات اللي اشتريناهن من البوكو اخذت لهم بس تغطيات مال الفراش لونهم ابيض، لانه التغطيات اللي عندهم مثل الشرشف فوق اعتمد مو حلو خامتهم. ما حبيبي ذبي ما اريده. اذا اشتري لي جديد تذكرين من كنت صغيره شو هو شو تلعب فيه؟ اوكي اريد جديد والله مفيدات الرمي. هاي احتاجها طبعا. خامتها كلش كلش حلوه لانه هاي ميكروفازر كلش زينه. اكو تصير خامه شلون الكتان هيجي، فالاطفال من ينامون عليها مثل الخشنه يعني، ما اعرف انا ما احبها، بس هاي كلش ناعمه وموجوده بالبوكو. هذا هو اسمها، لا تريدون تجربون تشوفون يعني، ما اعرف اذا حابين تشترون، بس بصراحه كلش حلوه وناعمه. طيب من باعي بعد كل نظيف احب اقيها خطية حتى يحبها. طبعا اخلي هاي على مظاهرهم وبعدين هذه فوقها اخليها هذا الشكل. اوه ايش كذا حلوه. لولي ساعديني ساعديني هناك الكتب بعدين. ايش كذا احب هذا. باعي لبسيه هيك من الاكل ومن ذيك الاكل. بعد شو؟ لا ماما. يا حبيبتي جري 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 عليك. اوي شقد تعي لازم يلقى مش ناعم هذا. يا حبه انتيها ناعمة. قم ساعديني اريد. ما حطيتي هناك رشتي هنا؟ تعي سوي انتي. ما اعرف غير الوجه مال لحاف. راح اخلي لك النجوم. ها شنو؟ نجوم. يا نجوم لا. ايه حلو ليش لا؟ لا ما احبه. اريد واحد مات البنيات. انا ما اريده، اريد هذا. ماني احب هذا النجوم. اخذي نبات احطه انا. هات مسميته. اوه راح اشوفكم فتشي شنبل اكس 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 لوتس وحيدر كان يعني هاي كلش قديمة. كان حيدر بعد عمره 4 كنا يعني طبينا وكانوا يسوون وجهنا يعني انا حيدر طبينا شفنا دا يسوون وجهات وجهنا واحد جزين وجهنا كانوا يرسموا وبعدين طلع بلاش مو بفلوس. بعدين قلنا تعال حيدر انا وياك تعال نسوي وبعدين حيدر راد يسوي هذا طلع شكله هيج حتى سوى نص صور. حلو مو؟ يخوف بس. ليش عصبية هاي علي اتش؟ شوف شكلها شوف شكلها. ما عصبية؟ هاي ايش تسوي بيهن؟ تريد انت هذا اللي بالنص حتى نغير المكان هذا كله. ما تسكنا. لولي هاي ساعدني ماما خليني. هاي قاعدين ياهن. شو لولو؟ طبعا حيدوري هاي اخذها الفراشين واللي هي من الباب. اي شوية هنا. ودينا هذني الشنك. ما اعرف ليش. تعال حبيبي تعال ذب هذا كله. برا؟ اي. اوكي. شو تنسى ربيها؟ فرشة. ايه؟ بعرف شلون شكلها. بعدين راح تجيبي الفرشة حبيبتي. بس اكفي. اوه ماي جاد. هذا الطقطقة قاعد الي. ها ها. مو.
عصر زين وامسح. يلا عصر زين. بدي شن شو هاك حيدوري دي بالنهاية برا بالباب. يلا نونو. واو ماما زين هاي شو نشقها؟ خلي نجي واحد بايس وواحد كيل ناي طوح يطلع حلو والله. هاي مين جبت القلاب؟ عندي ماما تهي. واو هاتني لا تنشقها هذا سيصير فايس بعدين كلش حلو. ماما عيني طفي. هاي منا اكو براغي لازم نفتحهن اول مره. ايه قلت لك ثاني نفتحهن مو مشكله. اعصابش ماما رودينا اعصاب باي. واو قلت لك اني اقول لك لو جايبت لي هاي الصورة ما تذيب لو غيرها ام الغزلة هميش صغيرة صغيرة زين يا ميلي انا حاطت توخ ولا تحطين صغيرة تكفي وانا حلانة يا مكنتور مو حلو بس انتي عندك توخ ما خلي لك لوحة انا ما يصير لو نشيل هذا التول ونحط لك لوحة لو نحط التول بدون لوحة لان يصير مو حلو الحايط بعدين رودينا يصير هوسة. اوكي هيك اي مرته حيدوري ما عنده عنده نجوم اللي فوق تسمى السياره وهذني ما احب هذا الفيلمات السياره كل يوم يباع اقول له يلا مو هذا قديم كافي خلينا نباع جديدات. اعتقد اني سويت شغله غلط مره ثانيه. اخ ماما لا تخاف. اي والله راح افلهن مره الاخ لانه القلوب الصغير لازم يتخلى لان من انا او يلا منا اقدر. لا ما غلطت صح. اخ ماما تعرفون ليش هسه انا اقول لكم ليش؟ لانه هذا نقدر نفتحه هيك من الناس راح اشوف لكم اياه اللي اسوي اخر برغي ولا حيقدر يرسم عليه لو يخرب ما عاد تجيب غيره. يلا شوفوا خلصنا هذا كله شوفوا هاي القلوب من هنا نقدر نفتحها من اي مكان بهذا الشكل لانه هي مثل شلون عبق شيء مثل النايلون هيك بلاستيك. المهم خلي اراوي لكم اياه البازونة جت لنا اسمها حيدر. اها وهسه الثاني ايه انا قلتها على البلاستيك شوفوا من هنا قلتها بسكسه هذا الشكل لا فوق لا نشغله لا حلو طلع اشوف نسوي لك البسمة الثاني اوكي بس اعتقد هذا صاعد ساعتكم؟ لا بجي مو هنا الشخطة فوقها لا مش بجي هنا ما اشوف يا معود شو؟ بس حطيت يا شيف قلت لك جاني ليش ما سمعتي كلامها؟ اسفة ماما والله ولا توقع هنا جوا مو مشكلة نوقع وراها انت كافي واو طينا اللي نحتاجهم تشيسي العزيز كله بسامية وهاي المدقاقة واللحم كلش حلوة طبعا بس كانت اول شي رادت غيرها بس شوينا اصغر قالت خلينا نشتري اكبر هذي كانت صغيرة كانت كلش فروة افرو من هاي افرو فرو هاي مو كلش فرو ما شلناها بس حيدر راح يساعدني تدري شنو راح نسوي حدو؟ راح تجيب لي المشط اللونه بلاو
غرفتي بالجرارة الأخيرة. البلمتسة أنا فتان. Thank you.